احنا ممثلين الشعب سعارة الناب سمعت. احنا ممثلين الشعب يعني اذا كان موجودين النواب وما يصوتون ما يبون يصوتون هي شيء ثاني سعارة الناب بس لما توصلنا ان هم لا صوتوا بالموافقة وما حسبوا شيء ثاني سعارة الناب اسمحي لي احنا غادرنا هذا البند وسوف يعني يدرج على الجلسة القادمة شكله ان ما في نصاب فانا اعتذر من الجلسة لأن إذا موجودين النواب وما بيصوتون فما في داعي أن إحنا نقعد لذلك حبيت أوضح أن النواب موجودين والنصاب موجود و يعني المقترحات تطرح علينا وإحنا نشوف إذا كانت هي يعني تدعي أن هي تكون موجودة بصفة الاستعجال أو غير صفة الاستعجال حبيت أن أنسحب لأن شيء غير مقبول بس لأن الناس حملونا أمانة وإحنا ممثلين الشعب وإن شاء الله نكون قد الأمانة اللي حملونا إياها خصوصاً اليوم نستذكر الراحل الأمير خليك في نقطة النظام لو سمحتي إيه فأنا موجودة ليحاتي أبو آدم العزيز الغالي ولكن فيها المسألة فيها شخصنة للأمور ويمكن أنت عندك علم يا أبو سلمان عن هذا الموضوع للعلم فيها شخصنة وما كان له داعي كان يجب علينا أن نشوف مصلحة المواطنين ومصلحة الناس مو بأن نعترض على المقترح وهو كان يجب علينا تمريره وعلى الإخوان أنا أعتقد الأمور إن شاء الله ما تكون فيها أي شخص أنا بالعكس يمكن كان في قصور في التصويت أمام الكاميرا من قبل أصحاب السعادة النواب وعلى في كل الحالات المقترح سوف يدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة أعتقد يعني بكل صراحة من نظر الأولى لهذا المقترح محله هو اللجنة للدراسة يعني ما نتكلم عن إضافة مقرر مواطنة جديد على مناهج المواطنة مقررات المواطنة من اللازم يعني دراسة هذا المقرر وضع المعايير له فحصه يعني محتاج إلى إجراءات كثيرة